يعني ننتقل إلى نيويورك ونستمع إلى كلمة الرئيس السيسي. أولا أنا يعني يجب أن ننوه أن احنا هنمد البرنامج وسيتأخر عرض برنامج صاحبة السعادة، وذلك لإذاعة وتحليل كلمة الرئيس السيسي تحت قبة الأمم المتحدة بعد قليل، فبنعتذر لكل المشاهدين عن ذلك. ولكن وحتى يعني تنتهي كلمة الرئيس جنوب افريقيا، النهارده عالم المصريات نيكولاس ريفز اعتقد ان هو مهتم جدا باثبات دفن نفرتيتي خلف مقبره بغرب الاقصر. الخبر ده مهتم بيه كل وسائل الاعلام في العالم، مهتمين جدا. يعني احنا ما بين الاكتشاف المياه على المريخ وبين التاريخ اللي هو من آلاف السنين، يبقى العلم مهتم والأثريين مهتمين بالاكتشافات، وخاصة طبعا نفرتيتي هذه الجميلة التي نشوهها كثيرا. دكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار في وزارة الآثار، مساء الخير يا فندم. دكتور اهلا، مساء النور. مساء النور يا استاذ. مساء الخير يا دكتور. لو تشرح لنا بالظبط ايه هو، اولا من هذا الرجل، ايه قصة هذا الاكتشاف، هل اكتشفتوا اين دفنت نفرتيتي، ايه القصة بالظبط؟ لا، هو ده عالم مصريات عمل بحث على مقبرة توت عنخ امون من خلال الصور، وبيقول ان المقبرة دي مش بتاعت توت عنخ امون، دي بتاعت نفرتيتي. وهو لما مات فجأة سدوا الحيطة ودفنوا توت عنخ آمون فيها. النهاردة كان سيادة الوزير ومجموعة من الأثريين المصريين الكبار، انت رحنا مع العالم ده الأقصر وقعدنا تناقشنا في الأدلة بتاعته، وهو برضو يعني عنده وجهة نظر يجب أن تحترم. العلم برضو في يجوز الصحة ويجوز الخطأ، فإحنا استمعنا لوجهة نظره وهنروح تاني بكرة، ولو اقتنعنا بوجهة نظره هنعرض على اللجنة الدايمة وهنجيب أجهزة رادار هتشوف هل في مقبرة خلف الحيطة زي ما هو بيقول ولا لا، وبعد كده هتبقى الخطوات كل خطوة هتتبعها الخطوة الثانية. فهي الخطوة الأولانية إحنا لسه عايزين نقتنع بوجهة نظره عشان نعرض على اللجنة الدايمة للآثار المصرية إن إحنا نشتغل بأجهزة الرادار طبعا تحت إشرافنا الكامل، وبعد كده هنقرر البناء على نتيجة الرادار اللي هيتعمل، هنشوف إيه اللي هيتم في المستقبل إن شاء الله. يعني ايه اللي هيحدد ما اذا كنتم هتواصلوا هذه الرحله للبحث؟ ما احنا لسه بكره في برضو لقاء تاني معاه داخل المقبره تانية. ايوه، مين اللي هيقعد معاه؟ يعني مين من العلماء المصريين اللي هيقعد معاه؟ يعني الاستاذ طب واضح الخط قطع. انا بس مهتمه نعرف مين العلماء المصريين اللي هيقعدوا مع العالم البريطاني، لانه مع احترامنا للسيد الوزير او السيد رئيس قطاع الاثار، في النهايه هذه وظائف اداريه، لكن احنا محتاجين نفهم من علماء بيوضاهوا العالم، عالم المصريات. طيب اتفضل يا دكتور، اتفضل. هو اللجنه اللي موجوده الدكتور ممدوح الضماطي وزير الاثار، الدكتور محمد صالح مدير عام متحف المصري السابق، الدكتور خالد العناني المشرف على متحف الحضاره، وحضرتك بس بعد اذن حضرتك يا دكتور، يعني كل يعني كل هؤلاء هذه مناصب اداريه في النهايه، يعني انا بتكلم على راجل عالم مصريات، اعتقد ان اكيد احنا عندنا علماء مصريات وعلماء اثار موجودين في جامعاتنا، هم دول لازم يقعدوا مع العالم البريطاني. لا، ازاي حضرتك يا فندم؟ يعني الوزير ده منصب اداري لو سمحت، يعني ايوه الوزير استاذ جامعه، والدكتور خالد استاذ جامعه، والدكتور محمد صالح اللي معاه دكتوراه من المانيا، وانا معايا
من بولندا. ده يعني ايه في دولة في المصريات؟ في المصريات. واحنا مش موظفين، ده احنا دكاتره، احنا الاربعه. طيب عموما هتقعدوا معايا، وبعدين الخطوه الثانيه هتكون ايه؟ الخطوه الثانيه لو اقتنعنا بوجهه نظره هنعرض على اللجنه الدائمه ان احنا نستخدم اجهزه رادار للكشف عما اذا كان هناك شيء خلف الحيطه اللي هو بيتكلم عليها دي او لا. وبناء على نتيجه الرادار هيتم اتخاذ القرار المناسب بالعرض على اللجنه الدائمه اللي بتحتوي على علماء الاثار المصريات من كل الجامعات ومن وزاره الاثار. دكتور، حبيت اسالك على ترميم ذقن توت عنخ امون، هل في معلومات جديده عنها؟ لا والله، هو بالنسبه لترميم توت عنخ امون ده تبع قطاع المتاحف مش تبعي. يعني يسال في هذا رئيس قطاع المتاحف. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الاثار في وزاره الاثار. انا معي نعود مره اخرى للشان الموضوع السعوديه، لانه الحقيقه الموضوع يعني مؤلم لكل المصريين. دكتور عبد الحميد فوزي، المستشار السابق لوزير الصحه. دكتور فوزي مساء الخير، واعتقد انا كنت بقرا رسالتك منذ قليل. مساء الخير. اهلا مدام لمين. اهلا بيك، تفضل. تفضل. في الحقيقه انا عايز اقول ان في مرضى كتير موجودين في المستشفيات السعوديه. نعم. فاقدي الذاكره. فاقدي الذاكره. شفت عند فاقدي الذاكره. انا شفت مرضى كتير جدا موجودين بالعشرات موجودين في المستشفيات المختلفه. انا لفيت على معظم المستشفيات في منطقه مكه وشفت الملاحظه دي وكتبتها وبعتها للديوان الملكي. اللي يهمنا في الموضوع ان هناك مرضى مصريين كتير موجودين في الحاله دي في المستشفيات. الحاجه اللي انا شفتها عند حضرتك دلوقتي في الصوره اللي هي الحاجه سلميه محمد سلمي، سليمه موجوده في مستشفى قوى الامن. طب خليك معايا، خليك معايا، طيبه جدا. خليك معايا دكتور عبد الحميد، خليك معايا. انا معايا يرجع لنا ياسر حسن زوج بنت الحاجه سليمه. استاذ ياسر مساء الخير يا فندم. ايوه هي دي. دي انا شفتها. دكتور عبد الحميد بيقول ان هو شاف حماتك دي. ايوه بصحه جيده في المستشفى. اتفضل. موجوده في مستشفى قوى الامن. مستشفى بخير الحمد لله. بخير، هي كويسه بخير. ايوه بخير، ومعاها واحده تانية اسمها فاطمه محمد مصطفى. لا فاطمه محمد مصطفى، انا بس الحاجه بخير الحمد لله، يعني ما فيش اي اصابات او حاجه الحمد لله خالص. لا نهائي نهائي، هي بخير جدا جدا، وموجوده في مستشفى قوى الامن في الدور الثاني في غرفه 407. طب ثانيه واحده يا فندم لو تكرمت، معلش بس اجيب قلم وورقه، معلش انا اسف. ممكن اكتب يا ياسر. يلا حضرتك ما ك... ك... فين مستشفى قوى الامن؟ قوى الامن، مستشفى قوى الامن. ايوه ماشي يا فندم. فين بالظبط؟ في مكه، في طريق مكه القديم. طريق مكه القديم، جده القديم. طريق جده ولا مكه؟ مكه يا ياسر. مكه هي في مكه على طريق مكه جده القديم. مكه جده القديم. الدور كام حضرتك؟ في الدور الثاني موجودة، أنت هتسأل عليها في علاقات المرضى تحت هيطلعوك لها. الله يبارك لكم، الله يبارك لكم. وكمان معاها الحاجة فاطمة محمد مصطفى. متشكرين. أيوه معاها في نفس الغرفة فاطمة محمد مصطفى. عشان لو برضو أهلها بيسألوا عليها أو مش عارفين فين، فاطمة محمد مصطفى برضو. طب دكتور عبد الحميد، هل معاك أسماء تانية يا دكتور؟ والله في اللي انا شفتهم يا مدام حوالي 10 حالات موجودين في مستشفى مصريين. يعني انا يعني اشك ان هم مصريين لان هيئتهم مصريه، انما فاقدي الذاكره في مستشفى الملك مدينه الملك عبد الله الطبيه. يعني احنا عندنا برضو في اشتباه ان في ناس يعني انت شايفهم كل واضح ان التدافع وصل. واحد منهم اكيد من بني سويف، لان انا قلت له انت منين يا حاج؟ قال لي من بني سويف. قلت له طب منين؟ في بني سويف. ما عرفش يجاوب. قلت له طب اسم حضرتك ايه؟ ما عرفش يجاوب برضه. ودي مستشفى الملك
مدينة الملك فهد الطبية. مدينة الملك عبد العزيز الطبي. طيب يعني ده برضو عشان لو الناس اللي من بني سويف وبيبحثوا عن أهلهم في حالات هناك في هذه المستشفى من مدينة الملك فهد، مدينة الملك عبد الله الطبي. طيب هو يعني أنا مش فاهمة السفارة بصراحة بتعمل إيه، يعني حاجة يعني برضو الحقيقة يا مدام أنا كان معايا في رحلة البحث دي ومدام من السفارة السودانية وواحد من السفارة التركية، وللأسف الشديد ما شفناش أي حد من البعثة المصرية أو أي حد من الموجودين في السفارة بيجري على أي حد مصري. عادي يعني. ودي نقطة نقطة يعني I think إن هي عيب أوي 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 في حق يعني هو عيب، بس هو ده بالنسبة لسفاراتنا طبيعي، بالنسبة لنا إحنا ده العادي، لما بيعملوا مجهود بيبقى ده غير العادي، بس يعني الحقيقة للأسف تلاقيهم كانوا أجازة مثلا أو كده، فما حبوش إن هم يقطعوا أجازة العيد، وده الحقيقة يعني أتمنى أوي إن برضو بشك إن هي مصريين متوفين. أي فن بشك ان هم مصريين ومن هيئتهم يعني متوفيين في الثلاجات، انا شفتهم يعني في مستشفيات في جدة وفي مكة برضه، مستشفى النور في مكة في حوالي 4 أو 5 حالات متوفيين، في طبعا شفت متوفيين عدد رهيب جدا في المعيصم اللي هي الطوارئ اللي موجودة في منى، عدد كبير جدا في الثلاجات، وكانوا بيحطوهم في العربيات اللي هي بتاع تجميد الدواجن والحاجات دي، لان ما فيش مكان للثلاجات للعدد الكبير ده. دكتور من ملاحظاتك ايضا انه ان انت طالبت الديوان الملكي بعدم دفن الجثث الا بعد بيان الطب الشرعي، لماذا في رايك؟ ده انا برجو جلالة الملك سلمان ربنا يحفظه ان هو يدي فرصة للطب الشرعي ان هو يشوف الحالات دي سبب الوفاة ايه، لان انا اللي شفته في الثلاجات عدد كبير جدا جدا من الشهداء ما عليهمش اي اثار لاي سجحات او ضربات او شكل من اشكال العنف، يعني ميتين ان بيس. وانا وكلامي مع كبار الاطباء في المستشفيات السعوديه دي كلهم بيكلموا، وانا بشك برضو معاهم في ان هناك غاز ماء هو اللي سبب، لان ما فيش يا مدام لميس في الطب حاجه اسمها ان تدافع يؤدي الى فقدان الذاكره، ما فيش حاجه اسمها اختناق يؤدي الى فقدان الذاكره، انا شفت عشرات من المرضى فاقدي الذاكرة وخاصة من المرضى اللي هم اخواننا الافارقة، عدد رهيب جدا في المستشفيات فاقدي الذاكرة مش عارفين هم مين، هم مش عارفين هم جم هنا ليه، فدي I think ان هي غاز ماء هو اللي سبب هذا الموضوع. غريب جدا الحقيقة، دي ملاحظة ملاحظة مهمة طبعا يا دكتور، ويعني ملاحظة بصراحة تستاهل ان احنا نسأل فيها، واكيد مرة اخرى نحن في انتظار التحقيقات في اللي ستعلنها المملكة السعودية حول هذا الامر. طب كنت ايضا ليك ملاحظة على الرعاية الطبية هناك في المستشفيات. لا الرعاية الطبية في المملكة بصراحة فخر كبير جدا. في فخر كبير جدا. نعم. جدا. نعم. للعرب كلهم، وبصراحة السعوديين هناك على أعلى مستوى من التعاطف ومن التطوع للخدمة بشكل هايل جدا جدا، وطبعا الإمكانيات اللي موجودة دي مش عايزة كلام طبعا. إمكانيات عالية جدا جدا، إنما الإمكانيات البشرية هي اللي لفت انتباهي، إمكانيات بشرية عالية جدا جدا، وأنا بهنيهم على النجاح الكبير جدا اللي قدروا يعملوه في الخدمات الصحية في المملكة. إنما أرجو جلالة الملك إن هو يدي فرصة للطب الشرعي إنه يقول كلمته.
أرجوه أرجوه أرجوه. والغاز ده متخيل جه منين يعني؟ ما هو يا إما يعني الحاجة وأنا بكلمها، في واحدة مصرية وأنا بكلمها قالت إن في الجماعة الإيرانيين كانوا داخلين عليهم في الاتجاه المعاكس وخبطوا مع الجماعة الأفارقة، ومرة واحدة وهي كانت بعيدة جدا بحوالي 200 متر عن المكان ده، ومرة واحدة أغمى عليها، يعني شمت حاجة وأغمى عليها في الوقت ده، وعدد كبير جدا من ال وأرجوك يا حضرتك شوفي الصور اللي موجودة للمتوفيين، المنظر نفسه شكله إيه وهم نايمين على بعض. ده مش تدافع، أنا شفت التدافع كتير. طيب. أنا بالحمد لله بشكرك دكتور عبد الحميد فوزي، مستشار وسابق لوزير الصحة، و يعني أعتقد أنه الأمم المتحدة الرئيس الجلسة قد بدأ بالتعريف. نعلي الصوت يا جماعة بالرئيس السيسي. Al excelentísimo señor Abdel Fattah al-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto, y lo invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Shukran, señor Raíz. Shukran, señor Raíz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Esmahuli, fil bidaya marra tanya, anana ahmil lakum tahiyyat wa taqdirat al-shahab al-Masri al-Azim. السيد الرئيس، أود في البداية أن أعرب عن تهنئتي لكم ولبلدكم الصديق على توليكم رئاسة هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أعبر عن خالص التقدير لسلفكم وزير خارجية أوغندا الشقيقة لجهده المتميز خلال رئاسته للدورة السابقة، كما أشيد بالدور البناء الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة وسعيه الدؤوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها، والذي ظل دستورا للعلاقات الدولية ومرجعا لها طوال 70 عاما. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد شهدت مصر والعالم منذ أسابيع افتتاح قناة السويس الجديدة ذلك الإنجاز الذي ينطوي على أبعاد تمس مجالات اقتصادية كالنقل والتجارة والخدمات، وأخرى تتعلق بقدرة مصر وتصميم المصريين على العمل بإخلاص وجد والتغلب بشجاعة على الصعاب والتحديات. لكنني لا أعتزم اليوم الخوض في تفاصيل كل تلك الأبعاد التي أثق أنكم تدركونها، لكن ما أردت أن نتوقف عنده هو مغزى ما تحقق على أرض مصر. فتلك القناة الجديدة ليست هدية مصر للعالم فحسب، لكنها تمثل تجسيد الأمل وتحويله إلى واقع ووجهة جديدة من خلال العمل. ولعلكم تتفقون معي على أن الأمل تلك القيمة المهمة، هو القوة التي طالما حست الأفراد والشعوب على السير قدما وعلى التطلع إلى غد أفضل، وعندما يقترن الأمل بالعمل الجاد والمخلص فإنهما يصبحان معا الضوء الذي يبدد ظلمة اليأس، تلك الظلمة التي تخيم اليوم على منطقة الشرق الأوسط. إن الأمل والعمل هما المثال الواقعي الذي تقدمه مصر إلى محيطها الواسع في إفريقيا وآسيا والبحر المتوسط، وهما اليد التي تمدها إلى منطقتها كي تساهم في التغلب على تحديات الحاضر وإضاءة الطريق نحو المستقبل. ومن منطلق إيماننا في مصر بأن منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع يواجهان تهديدا خطيرا، وإنهما أحوج ما يكونان اليوم إلى نموذج يفتح آفاقا رحبة أمام الشباب تتيح له مستقبل أفضل، وليتمكن بالعمل الجاد من المشاركة في صياغته. فإنني أعلن عزم مصر أن تطرح بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء وبمشاركة واسعة من شبابها مبادرة حول الأمل والعمل من أجل غاية جديدة
أو هاند وفقا للاختصار باللغة الإنجليزية. وهي بالفعل اليد التي تمدها مصر كأحد أوجه مساهمتها في التغلب على قوى التطرف والأفكار التي تسعى إلى نشرها، ولكن من خلال العمل الإيجابي الذي لا يكتفي بالمقاومة فقط على نحو ما دابت عليه جهود مكافحة الإرهاب حتى الآن، والتي تركز على الدفاع عن الحاضر. إن علينا بالتوازي مع تلك الجهود القيمة أن نسعى إلى اكتساب طاقات الشباب الخلاقة بعيداً عن المتطرفين وأفكارهم المغلوطة، وأن نتيح لهم توظيف قدراتهم من أجل بناء المستقبل الذي ستؤول إليهم ملكيته بعد سنوات قليلة. السيدات والسادة، لقد ميزنا الخالق سبحانه وتعالى نحن البشر بالعقل الذي كان وسيلتنا إلى التعرف عليه، كما أن قدرتنا على الاختيار باستخدام العقل هي أبلغ دليل على أن اختلافنا هو مشيئة إلهية تأبى على البشر أن يكونوا بلا إرادة. إن تلك الحقيقة الدامغة مع بساطتها من شأنها أن تهدم كل دعاوى المتطرفين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم، لا سيما هؤلاء الذين يدعون أنهم وحدهم من يملكون الحق في تفسير الإسلام، ويتناسون أن ما يروجون له ليس إلا تفسيرهم المغرض للدين الذي لا يمكن أن يكون هو الإسلام بسماحته وعدله ورحمته، لأن إنكارهم لحق الآخرين في الاختلاف هو إنكار لمشيئة الخالق. فهم في واقع الأمر يسعون لتحقيق أعراض دنيوية وأغراض خفية، ويستهدفون تجنيد أتباعهم والسيطرة عليهم وعزلهم عن أي مجال يتيح لهم فهم الدين الصحيح. لا شك أن أكثر من 1.5 مليار مسلم يرفضون أن يخضعوا لفكرة تلك القلة القليلة التي تدعي أنها تحتكر التحدث باسمهم، بل وتسعى من خلال تطرفها وعنفها إلى إقصاء وإسكات من يعارضها، وهو ما ينبغي أن يدركه العالم. لكنني أشعر بأسى وحزن كل مسلم حول العالم عندما يواجه التمييز والأحكام المسبقة لمجرد انتمائه لهذا الدين العظيم، وهو الأمر الذي تعتبره قوى التطرف نجاحاً غير مسبوق لها، حيث أن من بين أهدافها إيجاد تلك الهوة بين المسلمين وغيرهم والعمل على توسيعها. واسمحوا لي إذن أن أتساءل عن عدد المسلمين الذين ينبغي أن يسقطوا ضحايا للتطرف المقيت والإرهاب البغيض، حتى يقتنع العالم أننا جميعا مسلمين وغير مسلمين إنما نحارب نفس العدو ونواجه ذات الخطر. كم من أبناء الدول التي تعاني ويلات الإرهاب ينبغي أن تراق دماؤهم حتى يبصر المجتمع الدولي حقيقة ذلك، حقيقة ذلك الوباء الذي تقف مصر في طليعة الدول الإسلامية وفي خط الدفاع الأول في مواجهته، وأنه لا بديل عن التضامن بين البشر جميعاً لدحره في كل مكان. السيدات والسادة، لقد تأمنا جميعاً كيف انحدرت ليبيا الشقيقة إلى منزلق خطير عندما أفصحت قوى التطرف عن وجودها من خلال أفعالها التي تجافي مبادئ الإسلام وقيم الإنسانية. فلم يكن ذبح المصريين على شواطئ ليبيا إلا نتيجة للتهاون في التصدي لتمادي المتطرفين في تحدي إرادة الشعب الليبي ورغبتهم في الاستئثار وارتهان مصير دولة وشعب بتمكنهم من السيطرة عليهما. إن حرص مصر البالغ على مستقبل ليبيا وسلامتها واستقرارها كان دافعها الأول لدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وقد كان لهذا الدعم دوره الواضح في التوصل إلى اتفاق السخيرات الذي ينبغي أن يكون علامة فارقة كي نشهد فيما بعده توحيد جهود المجتمع الدولي
ووقوفه خلف إرادة الأطراف التي وقعت على الاتفاق من أجل إعادة بناء الدولة الليبية، وتمكينها من مكافحة الإرهاب بفاعلية وتعزيز قدرتها على دحره قبل أن يتمكن من إيجاد قاعدة تهدد جوار ليبيا وتمتد إلى عمق إفريقيا. وفي هذا السياق فإنني أؤكد على ضرورة الاستمرار في تهيئة الأجواء لمزيد من المشاركة بين الليبيين المؤمنين بالدولة الحديثة بالتوازي مع مواجهة لا هواد فيها لاستئصال الإرهاب، كما تبعنا جميعاً كيف استغل المتطرفون تطلعات الشعب السوري المشروعة للجنوح بهذا البلد الشقيق نحو مواجهات تستهدف تحقيق أغراضهم في إقصاء غيرهم، بل امتدت هذه المواجهات حتى فيما بين الجماعات المتطرفة ذاتها طمعاً في الغنائم، حتى تكاد سوريا اليوم تتمزق وتعاني خطر التقسيم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وأطماع أطراف إقليمية مكشوفة. وإذا ذلك الوضع المتدهور دعت مصر القوى الوطنية السورية للاجتماع في القاهرة لصياغة تصور واضح للمرحلة الانتقالية وفق وثيقة جنيف، بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعاً لبناء سوريا الديمقراطية ذات السيادة على كامل ترابها، وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها ويحترم تنوع مكوناتها ويصون انتمائها القومي. إن تلك القوى الوطنية السورية مدعوة اليوم للمساهمة بكل قوة في كل جهد يبذل للتفاوض حول مخرج سياسي من الأزمة يحقق تطلعات الشعب السوري. السيدات والسادة، إن دعم مصر السياسي والعسكري لليمن الشقيق ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية قد جاء استجابة لطلب اليمن وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه صيانة الأمن القومي العربي أمام محاولات أطراف خارجية العبث به وبمقدراته، وفي إطار تمسكنا بوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه. وتحث مصر الأسرة الدولية على بذل الجهود اللازمة لاستئناف العملية السياسية الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتتابع مصر باهتمام التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة العراقية، ونأمل في أن تساعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة على إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق والمضي قدماً على طريق المصالحة الوطنية. إن تفاقم أزمة اللاجئين الفارين من ويلات النزاعات المسلحة تؤكد ما سبق أن نادت به مصر بضرورة العمل نحو تسوية تلك النزاعات والتصدي لظاهرة الإرهاب التي تشكل أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة، وفتح قنوات للهجرة الشرعية وتيسير عملية التنقل وربط الهجرة بالتنمية. إن مصر تستضيف أعداداً متزايدة من اللاجئين كأشقاء يتقاسمون مع الشعب المصري ذات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تقدمها الدولة رغم ما ينطوي عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة. وتأمل مصر في إيجاد حلول لأزمة اللاجئين سواء على المدى القصير لتدارك الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها أو على المدى الطويل من خلال التغلب على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الصراع. السيدات والسادة، لعل ما سبق يعد مثالاً للتهديد القائم والمتزايد لاستغلال التنظيمات الإرهابية لأزمات سياسية لتحقيق أهدافها، كما أجد من منطلق المسؤولية التاريخية كرئيس لمصر التي تقف في قلب تلك المواجهة أن أحذر من خطر امتداد ذلك التهديد إلى مناطق وأزمات أخرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.
إن تسوية تلك القضية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سوف يقضي على أحد أهم عوامل عدم الاستقرار للمنطقة وإحدى أخطر الذرائع التي يتم الاستناد إليها لتبرير أعمال التطرف والإرهاب. ولعلكم تتفقون معي على أنه لابد من تسوية تلك القضية دون إبطاء حتى تتفرغ كل شعوب المنطقة لبناء مستقبلها معا ولتحقيق الرفاهية والازدهار وإيجاد مستقبل أفضل لأجيالها. وأن ما تشهده القدس والحرم القدسي الشريف لا دليل على أن التوصل إلى السلام ما زال يواجه صعوبات وتحديات تستلزم علينا جميعا مواجهتها وإيجاد حلول حاسمة لها. السيدات والسادة، إننا في مصر ندرك ضرورة توافر عوامل أخرى بجانب دحر التطرف والإرهاب لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة. ويعد انتفاض الشعب المصري ومطالبته بالتغيير تعبيرا عن الوعي بضرورة بناء الدولة العصرية بكل مكوناتها وصولا إلى تلك الأهداف. وإذ نعي أن ما حققناه ليس إلا خطوات على مسيرة ممتدة، فإننا عازمون على استكمالها رغم ما نواجهه من عقبات. وسوف يشهد العالم العام الحالي إجراء الانتخابات التشريعية استكمالا لخارطة المستقبل ليطلع ممثلو الشعب المصري بمسؤولياتهم في الرقابة والتشريع في المرحلة القادمة التي ستشهد بإذن الله تحقيق المزيد من تطلعات المصريين في الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق لابد لي أن أشير إلى إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر عام 2030 في مارس من العام الحالي، بالتزامن مع الحراك الدولي للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية لما بعد عام 2015، والتي نأمل في اعتمادها على نحو يأخذ في الاعتبار المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والتفاوت في القدرات والموارد والتباين في الإمكانيات والتنوع الثقافي. فالتنمية حق من الحقوق الأساسية، وإتاحته وتيسيره خاصة للدول النامية وإفريقيا هو مسؤولية جماعية لا سيما على الدول المتقدمة. السيدات والسادة، إن الرؤية التي تطرحها مصر هي امتداد لمسيرة طويلة بعمر التاريخ الإنساني ذاته أبدع المصريون خلالها واستوعبوا كل عابر على أرضهم، فكان إسهامهم الذي ما يزال حاضرا في شتى مجالات الحياة. واليوم تتطلع مصر لمزيد من المشاركة في إرساء السلام والاستقرار على المستوى الدولي من خلال ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عن العامين القادمين. إن ثقتكم في دور مصر ستكون بإذن الله في موضعها، لأن مصر تقدر المسؤولية التي تتحملها في هذا المنعطف المصيري تحقيقا لمصالح قارتها الإفريقية ومنطقتها العربية بل وشعوب العالم ككل، ولإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم السامية التي توافقت عليها الحضارة الإنسانية. لقد ضفاف نيل مصر الخالد بناء اللبنات الأولى لتلك الحضارة، تلك الحضارة الإنسانية وازدهارها، كما ظلت مصر على مدى حقب طويلة مركزا للعلوم والفنون ومنارة لغيرها من الدول والشعوب. ورغم ما مرت به مصر في مراحل أخرى من صعاب وما عانته من كبوات، يتوق شعبها اليوم لأن يكتب التاريخ من جديد. وأنني لعلى يقين من أنه بعون الله وبتوفيقه للمصريين سيكون بمقدورهم تحقيق أسمى تطلعاتهم لأنفسهم ولبلدهم ومن أجل منطقتهم.
بل ولخير العالم أجمع. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente de la República. I wish to thank the president of the Arab Republic. إذن كانت تلك كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اختتمها كما فعل العام الماضي بتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وضجت القاعة بتصفيق طويل الحقيقة، ربما استمر لأكثر من دقيقة كاملة من التصفيق. رئيس الجلسة كان يريد أن يقدم الضيف التالي لكن اضطر للانتظار حتى ينتهي التصفيق. الكلمة دارت معظمها عن الإرهاب ومواجهة الإرهاب في المنطقة، وهي وقال الرئيس أن مصر هي خط الدفاع الأول أمام هذه الموجات المتطرفة التي قال أن الإسلام يتبرأ منها، وأن مليار وأكثر من مليار مسلم يتبرؤون من قلة قليلة يتحدثون عن الإسلام ويقولون أنهم يحتكرون الحقيقة وهم يشوهون وجه الإسلام. والحقيقة أن الرئيس يعني عدد الأوضاع في المنطقة سواء من سوريا أو ليبيا. طب خلونا نسمع رأي زميلنا الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم من نيويورك. ياسر، كيف كانت الأجواء في القاعة أولا؟ أظن شفت يعني أتعشم تكونوا سمعتوها على الهواء. سمعناها على الهواء. أنا يعني حضرتك شفتي ختام كلمة الرئيس، مش المصريين اللي بيسقفوا، الوفود قامت بتسقف للكلمة. الحقيقة كلمة رائعة تناولت يعني يمكن الكلام عن مصر كان في إطار علاقات مصر الدولية وفي إطار ما تقدمه مصر للعالم، ما كناش مجرد إن احنا بنعمل يعني نوع من البروباغندا لمصر. نعم. مصر بتتكلم على محيطها العربي، بتتكلم على المنطقة الشرق الأوسط، على اتساعها، بتتكلم عن إفريقيا، بتتكلم عن التهديدات اللي بتعرض لها العالم، بتتكلم حتى وهي يعني بتنظر للتنمية، فبتنظر أو تحقيق تطلعاتها إنها مش لخير مصر فقط وإنما لخير العالم. لما ابتدى بقناة السويس قال إنها هدية مصر للعالم، ها كلمة مهمة جدا. كان السنة اللي فاتت فيه إطلالة أو أول إطلالة من الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي على العالم من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. أنا أعتقد إن دي إعلان لاستعادة مصر، مصر اللي نعرفها، مصر بوزنها الحقيقي، مصر مكانتها اللي العالم عارفها. وأتمنى إن شاء الله إن يعني هي الحقيقة مش مجرد بس كلمة الرئيس قدام الأمم المتحدة، إنما لقاءاته اللي شملت أكثر من 30 رئيس دولة من كل قارات العالم الخمس، يعني باستثناء قارة أستراليا، زعماء من إفريقيا ومن أوروبا ومن آسيا ومن أمريكا اللاتينية، في لقاءات مكثفة في فترة قليلة جدا. يعني يمكن الرئيس قابل الرئيس الفرنسي أولاند قبل الاجتماع مباشرة، وعنده لقاءات تانية دلوقتي، وهو يعني احنا نزلنا من القاعة في الدور الرابع واحنا بنشاهد الكلمة بتاعة الرئيس الى الدور الثالث في الصالون اللي هيلتقي فيه، يستكمل فيه الرئيس لقاءاته الثنائية مع قادة الدول. أنا كمان يعني أظن أنه ذكر فلسطين، يعني كنت ببحث عن فلسطين طبعا في الكلمات العربية الحقيقة، يعني ربما يكون قالها الملك عبدالله، أنا ما سمعتش الكلمة بس. حدود الرابع من يونيو، الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإشارة لما جرى في الحرم، وفي نفس الوقت عدم إخفال الإرهاب، عدم إخفال أن الإرهاب يتخذ من القضية الفلسطينية تحديدا وغيرها من القضايا اللي
بيتعرض اللي في انتهاك لحقوق الشعوب بيتخذها ذريعه لتبرير جرائمه. يعني الرئيس ما بيتكلمش فقط على المواجهه العسكريه، وبيتكلم على مواجهه شامله للارهاب، واشار ليها يعني طبعا علشان وقت الكلمه لا يسمح بالاستطراد، انما قال الكلام ده في حديث الاسوشيتد بريس، وقاله في حديث السي ان ان اللي هيذاع النهارده مع وولف نيتزر في برنامج نيوزوم. انا هضطر اقفل مع حضرتك. طيب بشكرك ياسر رزق. من انا عارفه ان انت يعني مفروض داخل للسيد الرئيس في القاعه او في الغرفه المجاوره ليه. بشكرك ياسر رزق رئيس مجلس اداره اخبار اليوم من نيويورك من داخل المبنى الامم المتحده، ويعني احنا كنا بنقعد في مكان فوق في الدور الرابع، ثم بننزل الدور اللي فيه السيد الرئيس غالبا في الدور الثاني زي ما ياسر قال، وفي غرف بتكون مرافقه ل او ملحقه بالمكان بيحصل فيها البايلاترال ميتينجز اللي هي الاجتماعات الثنائيه. زي ما شفنا حاضر الخطاب السيد وزير الخارجيه السيد سامح شكري، الوزيره غاده والي، السيد وزير البيئه، واللواء عباس كامل مدير مكتب السيد الرئيس. معي ايضا على الهاتف الاستاذ ضياء رشوان النقيب الصحفيين الاسبق. ضياء، كيف استمعت الى الخطاب؟ مساء الخير لميس، مساء الخير على الساده المشاهدين الكرام. الحقيقه قبل المضمون الخطاب في عندنا معنى مهم لابد من الاشاره اليه. نعم. لميس، منذ اعلان الجمهوريه في مصر عن 53 سنين وحتى اليوم، رؤساء مصر القوا كما يعرف ربما بعض المشاهدين، الرئيس عبد الناصر القى خطاب واحد امام الجمعيه العامه عام 60، رئيس السادات خطاب اخر عام 75، رئيس مبارك عام 82، والرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013. الرئيس السيسي دي الزياره الثانيه له، عامين متتاليين امام الجمعيه العامه للامم المتحده، وهي اكبر محفل دولي كما تعلمين يحضره رؤساء العالم ورؤساء وزراء. وبالتالي انا اظن ان هناك تقليد جديد الان اصبح مستقر في السياسه الخارجيه المصريه، وهي التفاعل مع المنظمه الاكبر على مستوى العالم، سواء على مستوى التفاعل الجماعي او الاستفاده من هذه الفرصه للقاءات الثنائية اللي الرئيس أجرى عشرات منها حتى الآن مع قيادات العالم وفي روبن كرم. فالتوجه للعالم عبر منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة هو توجه جديد، أنا أتمنى أن يستمر في الفترة القادمة، وأن يحرص رئيس الجمهورية، وأظن أن هناك حرص على حضور الجمعية العامة كل عام. هذه أولى. الأمر الثاني، الخطاب الحقيقة مكتوب بشكل جيد للغاية، بس مكتوب يعني انا لما بتسمع مثلا اوباما او بوتين او كده، الجمل اللي فيها خطابه او فيها جمل الرنانه ذات، يعني انا حسيت ان الخطاب بس يا ضياء جاف شويه. يعني هو خطاب سياسي جيد جدا، ولكن خطاب جاف شويه ولا ايه؟ لا هو جاف ربما بلغتنا احنا وبطبيعه جمهورنا، لكن الخطاب مختصر مصاغ بطريقه تصل مباشره بشكل واضح لا يعني غموض فيه الى قاده العالم. قاده العالم حريصين على التعرف على الموقف المصري من قضايا محدده. الرئيس السيسي بنى خطابه بشكل واضح على بدايات يبدا بالارهاب، لكن بدا بقناه السويس، وبدا بمعنى قناه السويس للعالم، وهو معنى يهم العالم ككل، ثم بالمعنى المصري انه ده تجسيد لامل وتحويله الى واقع، وانه هذا الامر يعني يعكس اراده مصريه للتغيير. ثم انطلق بعدها الى مبادره هو يعني مهد ليها بتعبيره واستخدمه، اللي هو الظلمه اللي بتخيم على المنطقه، وانه هذه الظلمه تاتي من الارهاب، ودي قضيه بتهم العالم ايضا، وطرح مبادره الامل والعمل كما اسمها للشباب للتغلب على قوى التطرف. ننتظر ان نعرف تفاصيل هذه المبادره، نتمنى ان تكون هذه المبادره اخذه ايضا في اعتبارها طبيعه التفكير في العالم في مثل هذه المبادرات. هذه ليست مبادره مصريه، الرئيس طرحها بالتعاون مع الامم المتحده للتغلب على قوى التطرف كما قال، ومكافحه الارهاب واكتساب طاقات الشباب بعيدا عن افكار المتطرفين. وبالتالي من الواضح ان هناك جزء فكري مهم لهذه المبادره. انا اظن انه الذين سوف يقومون باعداد خطوات هذه المبادره وملامحها سيضعوا في اعتبارهم ماذا كيف يفكر العالم وماذا يريد منا لكي نخلق هذا الامل مع هذا العمل. هذا المعنى الرئيسي اللي هو قلت في البدايه، وان مصر في الخندق الاول تعكس بالنسبه للعالم معنى ايجابي. الغرب الان يعاني من داعش، الغرب يعاني الان تحديدا من اكتساب ابناء واكتساب ابنائه الى داعش،
وبالتالي مكافحة هذا الأمر عن طريق مكافحة هذه الأفكار هي أمر يهم العالم. والرئيس توجه به بالنسبة لمصر، ثم بعد ذلك ذكر الأمر التقليدي اللي الغرب لا يريد أن يفهمه كثيرا، وهو أنه العدد الأكبر من الضحايا من الإرهاب هم من المسلمين. هذه مسألة ثابتة منذ عشرات السنين، والرئيس يعني تساءل كم يراد أن يعني يموت منا من أعداد حتى يقتنع العالم بأن المليون والمليار ونصف مليار مسلم أبرياء. بعد هذا انطلق الرئيس إلى القضايا دي، بقى الجزء الجاف اللي تسمى قضايا رئيسية، سوريا، اليمن، العراق، ليبيا. ليبيا الرئيس في كل قضية من هذه القضايا الخمسة أو الستة وجه رسالة واضحة بالموقف المصري الواضح. ليبيا أن إحنا والإخوة الليبيين إحنا شفنا الوفد الليبي وهو حي مقام الرئيس أنه أساس قيامنا هو الاتفاقيات الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة. سوريا وثيقة جنيف، وأن التفاوض التوصل لمخرج سياسي للأزمة، هذا تعبير نص كلمة الرئيس بالنص، وده الحقيقة بيعكس أيضا كما رأينا في خلال الأسابيع الماضية الموقف الدولي اللي تدريجيا والعربي أيضا اللي تدريجيا تحول لاتجاه نحو الموقف المصري اللي كان طول الوقت بيتكلم على وثيقة جنيف وأنه التفاوض والتواصل لمخرج سياسي للأزمة والحفاظ. بس هنا بيقول ودعت مصر الأطراف لصياغة تصور واضح للمرحلة المقبلة. هل ده بنتكلم بقى على مبادرة جديدة أم إن إحنا بنتكلم على عمل دائم ولا إيه دائر حاليا؟ هو الرئيس على ما يبدو أن هناك شيء جديد يحدث، لأنه هنا بيقول دعونا الأطراف المختلفة للحضور للقاهرة والاجتماع في القاهرة، وأنا أظن أنه هذا الأمر سيكون بغطاء دولي وغطاء عربي. نحن لدينا أيضا موقف خليجي آخذ في الاقتراب من الموقف المصري تدريجيا، وأظن أنه هذا لو تم سيكون أيضا وثيقة جنيف اللي الكل موافق عليها بما فيها أطراف المعارضة الليبية. في اليمن كان موقف الرئيس واضح تماما، لما يرد أيضا على أطراف كثيرة تحاول أن تفسد العلاقة المصرية الخليجية، الرئيس يعلن أمام العالم أننا نقوم بدعم سياسي وعسكري وأننا نؤيد الحل ضمن المبادرة الخليجية. وهذه الفقرة نالت تصفيقا كبيرا من القاعة، غالبا قادته الدول الخليجية. بالضبط، فأنا هذا أيضا رد مباشر. وفي قضية اللاجئين رد الرئيس أيضا لما يجب أن يرد به، الحقيقة وما ذكرش أرقام حقيقية وكبيرة وهائلة للاجئين في مصر وفي المنطقة العربية ككل، سواء في لبنان أو في غيره من الدول وفي الأردن وفي غيره، لكن هذا رد أيضا على دعاية غربية تتحدث عن أن العرب تخلوا عن أبنائه. وأتى في أخيرا، وهذا جزء مهم للغاية، في القضية الفلسطينية. الرئيس ربما للمرة الأولى يتحدث مباشرة في محفل دولي عن حق تقرير المصير للفلسطينيين وعن العودة لدولة فلسطينية أو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف، وأنه هذا الأمر من ثوابت السياسة المصرية، وهذا أمر يتم أثناء أو في الدورة التي سيرفع عليه فيها العلم الفلسطيني على الأمم المتحدة كدولة مراقب للمرة الأولى، وأتمنى أن يحضر الرئيس هذا الاحتفال. طب لكن بصراحة الكلام عن الـ عن الـ عن ما حدث في الحرم القدسي الشريف والاعتداءات على الأقصى، ألا كنت تتمنى أن يكون الكلام أكثر قسوة أكثر حسما بالذات لأن اللي حصل في القدس ما يتعداش؟ يعني أشكرك يا لميس على هذه الملاحظة. الرئيس ما ذكره أنه ما تشهده القدس والحرم القدسي من تحديات يستلزم عليه مواجهتها. أنا أظن أنه كان من المفترض، وهذا ربما ممكن أن يقوم به السيد سامح شكري وزير الخارجية الآن بعد خطاب الرئيس، وهو أن وزارة الخارجية تقوم بإصدار يعني بيان يدين بوضوح وبدون مواربة ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على الحرم القدس الشريف وعلى القدس، لأنه العاصمة اللي الرئيس نفسه ذكر أنها يجب أن تكون للدولة الفلسطينية هي الآن محل الاعتداء، القدس الشرقية والمسجد الأقصى. وبالتالي أنا أظن أنه لابد من تحرك الآن وفورا وسريع من وزير الخارجية لإصدار مثل هذا التصريح، لأنه الجزء الأول الخاص بالمستقبل الرئيس أكد عليه وهو الدولة الفلسطينية المستقلة. ثم انتقل أخيرا، وهذا كان آخر شيء في خطابه كان ملفت ومهم أن يأتي في هذا السياق، هو الشأن المصري الداخلي، لأنه تحدث فيه عن أن مكافحة الإرهاب ليس فقط بالوسائل اللي ذكرها سابقا، ولكن أيضا بإجراء انتخابات تشريعية وتنمية مستدامة وغيرها من إجراءات تتم داخل مصر الآن. وأكد على، وهذا خبر أظن أنه خبر لكثيرين، بعضهم يتحدث الآن في المنتديات الخاصة وعلى مواقع التواصل عن الانتخابات، لن تتم الانتخابات ستتم. رئيس الجمهورية يؤكد مرة أخرى، لأنه عارفة كم الإشاعات طبعا كل شوية
عن هذا الموضوع. نعم نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رشوان نقيب الصحفيين الأسبق على هذا التحليل السياسي الممتاز، ومعي أيضا دكتور عبد المنعم سعيد من الولايات المتحدة، دكتور عبد المنعم سعيد إقليمي للدراسات السياسية. دكتور عبد المنعم بعتذر على إبقائك على الهاتف، يعني كيف قرأت المواقف المصرية السياسية من خطاب السيد الرئيس؟ والله يعني الواضح لدي هو انه في حاله شديده جدا من الانسجام بين المواقف الداخليه للرئيس ودلوقتي المواقف الخارجيه. المواقف الخارجيه احنا عارفين قدام الامم المتحده احنا بنتحدث مع العالم كله، وبيبقى في حرص شويه في كل مبادره ان احنا عندما نتحرك سوف نتحرك بطريقه نستطيع ان نلتزم لها أطراف عديدة، بينها كثير من التناقض، بينها كثير من الدم، بينها كثير من الأمور التي تجعل التوصل إلى حل صعب. فإذا كانت مصر تريد وهي تريد بالفعل أنها تكون عضو غير دائم في مجلس الأمن، فهي بتلتزم بموقف أولا أنها عضو فاعل في المنظومة الإقليمية، إن لديها موقف محدد من كل قضية من القضايا المتشابكة والمعقدة للغاية. نمرة ثلاثة، إن ده بيتم بطريقة تستطيع فيها مصر أن تتحدث مع كل الأطراف. ده واضح بالنسبة لي كجزء من عملية يعني إقامة نوع من النهضة المصرية اللي فيها قضايا الداخل ما تنفصلش كثيرا عن قضايا الخارج، وواضح ده تماما في أمرين في رأيي. الأمر الأول هو مركزية موضوع الشباب داخل مصر، وأنه موضوع التعامل مع الشباب هو موضوع مش بس فكري وعقائدي وكده، وإنما هو موضوع تنموي في الأساس. الجانب الثاني، وأظن أن الرئيس بيرد بطريقة غير مباشرة على نظرية شائدة جوه الولايات المتحدة اللي هم بيسموها مسألة الأسباب الجذرية للتطرف وللإرهاب، بأنه في أسباب في يعني منهج إصلاحي آخر، بينما بعض المناهج الإصلاحية الموجودة في الولايات المتحدة ده التأثير يؤدي إلى عدم الاستقرار، يؤدي إلى أحيانا إلى الفوضى، بينما المنهج المصري فهو قائم على التنمية من ناحية، وايضا التعامل مع الافكار المتطرفه من ناحيه اخرى. ففي نوع من التكامل، نوع من الانسجام ما بين المنهج الداخلي والمنهج الخارجي. طيب يعني هل شايف موقف رئيس من سوريا، وهو الموقف اللي دايما كنا بنحاول ان احنا نستوضحه، بات اكثر وضوحا الان سواء من حواره في على السي ان ان او من كلماته امام الجمعيه العامه؟ يعني أنا أتصور إن احنا بنتقدم خطوات، إن احنا فعلا مصر هي اللي عندها علاقة مع كل الأطراف، احنا ما قطعناش تماما مع ده، بس أنت عارف إن احنا علاقتنا الرسمية مع النظام السوري كانت قطعت أيام مرسي، ولم نعيد هذه العلاقة مرة أخرى. لكن أنا أعتقد إنه لم نهاجمه، لم نقطع أواصر الصلة على الأقل الفكرية اللي موجودة مع النظام السوري. ما وضعناش ده شرط ضروري لانه اي نوع من التفاوض اللي ممكن يحصل. الرئيس تارك، لازم ناخد بالنا هنا، احنا نتكلم على مفاوضات بالغه التعقيد وفيها اطراف ذات صلات دوليه مهمه. لازم ناخد الفاكتور الروسي اللي بقى موجود على الارض قوات في سوريا. فهنا العوده التدريجيه لمصر وايضا للعالم العربي داخل القضية السورية هتحتاج إلى قدر كبير من الحكمة. لا أظن أنه في محفل دولي بمثل هذا الحجم ممكن أنه يعني تطرح مبادرة دبلوماسية تفصيلية، إنما إرساء المبادئ الأساسية الموجودة فيها أنه حل سياسي، وبالتالي لازم تكون كل الأطراف دعوتهم أنهم يجوا إلى القاهرة، ده لأن القاهرة هي حالياً في كل عاصمة أخرى في دم، في فلوس دفعت لمعارضة، في أسلحة راحت لمعارضة. دلوقتي عشان نجيب جميع الأطراف المعنية في هذه العملية لازم تكون في مكان يشعر فيه أطراف بالاطمئنان، وإن هم ممكن أن يكون في حوار وممكن التوصل إلى حلول وطن. المسألة مش سهلة،
يعني مسألة لازم تاخد مراحل، لا علاقة بوقف إطلاق النار، لا علاقة بإنقاذ الشعب السوري من عملية اللجوء الجماعي اللي احنا بنشوفها. في مشهد مفزع جدا يحتاج لوقف النزيف أولا، ثم يحتاج بعد ذلك إلى حل دبلوماسي وسياسي يستند في قرارات دولية موجودة في هذا الموضوع. يعني عندما قال الرئيس فيما يخص الشأن السوري وأطماع أطراف إقليمية مكشوفة، كان يقصد بذلك مين؟ إيران؟ يذكر إيران، يذكر تركيا أيضا وتركيا طبعا. يعني الطرفين دول بيلعبوا طبعا لتعزيز مواقف خاصة بيهم. يعني حتى تركيا لما دخلت على أنها دخلة في حلف ضد داعش، دخلت عشان تضرب حزب العمال التركي الكردي وتعمق المشكلة الكردية أكثر مما هي يعني اوريدي بالفعل سيئه. يعني دكتور عبد المنعم، يعني انا كنت سالت السؤال ده لضياء وقال لي لا هو الخطاب كده جيد، هل بترى انه لابد يعني المواقف السياسيه لابد من صياغتها بصياغه ادبيه ربما يكون فيها بعض يعني ما بتسمع اوباما والحوار وكلامه، لما بنسمع بوتين، لما بنسمع رئيسه الارجنتين، لما بنسمع الرئيس الكوبي، يعني الخطب فيها شيء من الحماسه، من الادبيات، هل ده المفروض يكون موجود في خطاب الرئيس، في من يكتب لخطاب الرئيس؟ انا حاسه ان الخطاب جاي من الخارجيه يمثل مواقف، هو خطاب يعني جيد جدا، ولكن بتكلم على الصياغه يا دكتور. يعني انا رايي في مشكله مع خطاب الرئيس. طبعا الرئيس هو في الامم المتحده، نحن نكون له كل درجات التأييد يعني طبعا، لكن انا عندي مشكله مع الخطاب نفسه زي بيتكتب احيانا الارتجال. دي فيها مساله محتاجه يعني تناقش بعد ما يعود الرئيس بسلامه الله. لكن انا اشاركك انه بصراحه وي نيد سبيتش رايتر، يعني زي ما كان بيحصل زمان، كان هيكل بيكتب للرئيس عبد الناصر، كان مكرم محمد احمد بيكتب للرئيس مبارك، لا والسادات كان بيجي له كذا فيرجن، كان بيجي له من عند موسى صبري، كان بيكتب موسى وانيس منصور، كان اساتذه يعني بيكتبوا كذا فيرجن، اساتذه كبار يعني، وكتبوا نصوص تاريخية بالظبط بالظبط. يعني عندنا اعتراف من استاذنا الكبير الدكتور بطرس غالي، قال ان هو قعد مع حد احد المتخصصين في الادب الانجليزي وقعدوا يكتبوا خطاب الكنيست، وبعدين لما وري له خطاب اللي كتبه انيس منصور وموسى صبري كان افضل بكتير، ده كلام الدكتور بطرس غالي. فهو كانوا بيستعينوا بكتاب محترفين في هذا المجال، وده يعني اوباما كل الاوراتوري او الكلام اللي هو بيقوله مش هو اللي بيقوله، في 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 عنده طاقم كامل طبعا طبعا يقوم بهذه المهمه. بشكرك يعني طبعا نتمنى المراجعة طبعا. بشكرك دكتور عبد المنعم سعيد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية من الولايات المتحدة. قبل ما أختم الحقيقة أنه شاهدت أيضا في الجالسين في القاعة الدكتورة سحر ناصر وزيرة التعاون الدولي الجديدة أيضا حاضرة للخطاب. إذن ده كان خطاب السيد الرئيس أمام الأمم المتحدة، الخطاب الثاني للرئيس السيسي بعد للعام الثاني على التوالي. الرئيس يبدو أكثر ثقة، أكثر يعني النهاردة وإحنا بنقارن ما بين 2015-2014، لأ الأداء أفضل، الثقة أكبر، البدء بفكرة الإنجاز، أنه ابتدى بإنجاز قناة السويس واختتم بالانتخابات التشريعية، هو عنده ثقة في الأداء، أداء يعني حكومته على الأرض. قضية الإرهاب هي القضية المحورية لدى الرئيس السيسي، ووحدة الأراضي، استخدم هذا النص سواء في اليمن، سواء في سوريا، سواء في ليبيا، سواء في يعني في كل القضايا العربية، فكرة وحدة الأرض والجيش، وأيضا وجود مصر على الخط الأول لمواجهة الإرهاب. مصر تتقدم للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، المفروض ده العام المقبل. والحقيقة القضية مش ان احنا نكسب او ما يعني مش قضية ان احنا نكسب، احنا غالبا هنكسب، ولكن احنا
محتاجين نكسب بعدد كبير قيمة مصر وقدر مصر في المجتمع الدولي يتطلب مننا لوبينج وضغط عالي جدا ان احنا نكسب بعدد كبير، يعني يكون لدينا أغلبية واسعة في للمقاعد وليس مجرد عدد يكسبنا بس هذا المقعد. كنت أتمنى خطاب أكثر حماسا، كنت أتمنى خطاب أكثر يعني في مشاعر أكثر، في حماس أكثر، في كنت أتمنى مثلا فيما يخص الأقصى أن نكون أكثر يعني قسوة على إسرائيل في انتهاكاتها وأكثر اعتراضا على الانتهاكات الإسرائيلية، ولكن الخطاب وضح موقف مصر من عدد من القضايا بشكل واضح. نتمنى بقى أنه يبقى فيه ستاف يكتب ويقدم للرئيس مجموعة من النسخ للخطب بالذات في المحافل الدولية، إن هذه الخطب اللي بتفضل جمل رنانة تبقى في الأذان بالإضافة للمواقف، يعني ما بنقولش جمل رنانة فارغة، لا بنقول هذه المواقف تصاغ في جمل مهمة للمستمعين من المجتمع الدولي. القاعة ضجت الحقيقة بالتصفيق حوالي 4-5 مرات، خاصة فيما يتعلق بموقف مصر من سوريا، موقف مصر من اليمن، وموقف مصر من فلسطين، دي كان فيها تصفيق حاد من القاعة، وكانت القاعة استمرت في التصفيق دقيقة تقريبا بعد انتهاء خطاب الرئيس الذي أنهاه بتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أشكركم ونعتذر عن الإطالة، ولكن كان لابد أن نذيع عليكم خطاب السيد الرئيس من الأمم المتحدة ونحلل هذا الخطاب. نترككم مع إسعاد يونس وبرنامج ألطف شوية صاحبة السعادة. أشكركم ونتقابل بكرة، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير. We'll be right back.